ونبداو بالكلف او البقع السوداء والاثار ديال الحبوب على الوجه. نعم، اذا البقع السوداء نحاول نعطيو وصفه بسيطه باش نعاونوا بها، او النمش او البقع اللي كتكون عندنا التلوين اللي كيكون غير متوازن في البشره ديالنا، كان طبعا في الوجه او في مناطق ديال الجسم. نعم. اذا معلقه كبيره ديال زيت الخيار، معلقه كبيره ديال زيت السلميه، و جوج نقط ديال الروح ديال القرفه، ديال الزيت الاساسي للقرفه. اذا معلقه كبيره ديال زيت الخيار، معلقه كبيره ديال زيت السلميه، وجوج نقاط، جوج نقاط ما نزيدوا عليها ما نقصوا عليها ديال الزيت الاساسي ديال القرفه، وكنخلطوا هذا الخليط هذا كامل، كندهنوه على البشره ديالنا، وكنحاولوا ندير واحد المساج ديال 10 دقائق ونخليوه مده ديال 30 دقيقه، ثم كنغسلوه. هاد العمليه كنديروها 3 ديال المرات في الاسبوع. بالنسبه للسيدات اللي عندهم بشره جافه، نعم، شنو الحل باش نغذيو البشره؟ نعم، البشره الجافه كناخذوا لها معلقه كبيره ديال زيت الافوكا، معلقه كبيره ديال زيت ارغان للتجميل، وكنديروا معلقه كبيره ديال اللب ديال الافوكا ديال الفاكهه، كنخلطوها مزيان هذا الخليط، وكندهنوا على البشره ديالنا، وكنخليوه مده ديال ساعه، ثم كنغسلوه. ام اكرام قالت لك جربات كاع الزيوت ووصفات وما عطاوش نتيجه. نعم. اذا اول نصيحه كتاكد عليها الماء، خص السيده تشرب بزاف الماء. نعم. على الاقل اترونس. اترونس ديال مثلا جوج. اقل ايمان. وكاين بعض الناس اللي كيقول لك لا انا كنشرب اتاي، كنشرب مثلا العصير، كنشرب كيعوض الماء. لا، ولكن راه الماء حتى حاجه ما كتعوضه. لانه خص ضروري ناخذ واحد اترونس حتى لجوج اترو ديال الماء في اليوم على الاقل كما كنقول، واكثر. نعم. جوج واكثر. بالنسبه لكلثوم اللي كانت كتقول لنا عندهم هذوك الحبيبات على حسب ما قال لها الاختصاصي في امراض الجلد، انها وراثيه، وتولدها اللي عنده 8 سنين عنده هذه الحبيبات من تحت الجلده. نعم. واش كاين شي زيت ربما المساعد؟ نعم، لان هذاك كتكون واحد بحال شكل البشره، كتكون بحال ذاك الدجاج اللي كيكون لا شيغ دو بول كما كنقولوا، هذا باش كتعرف في المستوى الطبي. اذا غتاخذ معلقه كبيره ديال زبده الكاريتين اللي كتواجد كثير، راه هي كاينه في المشابات، معلقه كبيره ديال زيت الكوكو، معلقة كبيرة ديال زيت البابونج، ومعلقة كبيرة ديال زيت الورد. كتخلط هذا الخليط كامل، كتذوبو في حمام مريم، ثم كنت كتحصل على واحد الخليط متجانس، كديرو في الثلاجة يبرد، كتولي عندنا واحد الكريمة اللي كتولي كدهن بها جوج ديال المرات في اليوم. البشرة اللي هي حساسة دكتور عماد، البشره الحساسه فتكلمنا عليها ونعاودو نتكلموا عليها، لان كناخذوا معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، ومعلقه كبيره ديال زيت الكوكو، ومعلقه صغيره ديال زيت نوار الشمس. هذا الخليط هذا كامل كنخلطوه في حمام مريم، ثم حتى كنحصلوا على واحد الخليط متجانس، وكندهنوا به هذه الاماكن اللي عندنا فيها هذا المشكل هذا. بالنسبه للسيدات اللي كيعانيو من انه اللون ديال الوجه ديالهم شاحب، يعني ديك الوجه كيولي باهت. باهت. شنو الوصفه اللي تعطي للسيدات اللي كتطلع السر شويه وكيف كنقولوا كتحمر شويه الخدود؟ فكنشوف هذه الوصفه هذه اللي عطيت في الاول ديال البقع السوداء وديال تفتيح البشره، وكتعطي نتائج كثيره، اللي فيها مطيشه وفيها الحبق. اذا كناخذوا مطيشه محكوكه، معلقه كبيره ديال الحبق مقطع، كنخلطوهم، ثم كنصفيوهم. ملي كنصفيوهم كنزيدو لهم جوج معالق كبار ديال الحليب، وكنخلطوا هذا الخليط هذا كامل، وكندهنوا به البشره ديالنا، وكنخليوه مده ديال ساعه، ثم كنغسلو. عزيزه بني ملال واخوات واحد اخرين كيسولونا على مشكل الكزيما في الرجلين او في اليدين. الكزيما، اذا الكزيما غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الكوكو، معلقه صغيره ديال زيت الياسمين، معلقه صغيره ديال زيت الثوم، ومعلقة صغيرة ديال زيت فليو. كنخلطوا هذا الخليط هذا كامل، وكندوبوه في حمام مريم، ثم كنخليوه يبرد، وكندهنوا به في الصباح وفي الليل بعد ما كنغسلوا هذيك البصل اللي عندنا فيها الكزيمة مزيان، وكنشفوها. سعاد كانت كتسولنا، الابنة عندها النيف دائما تيسير، وكذلك فاطمة من خنيفرة كتقول لك النيف ديالها ديما كيسير وفيه جلود. فيه جلود.
اذا الى النف كيسير وفيه جلود فالجلود هذا خص تشوف ضروري اختصاصي في طبيب ديال الانف والحنجره. بالنسبه للبنيته اللي عندها هذه المشكله ان عندها السيلان في الانف، واش دائم واش يعني مع الفتره اللي كتقرب فيها مثلا ملي كيدخل الربيع؟ اذا الا كانت نوع من الحساسيه اذا ضروري بعدا خص تشوف طبيب مختص في هذه الحساسيه باش تشوف هذا المشكل. ثانيا ان المساعده بالنسبه اللي هم بجوج انها تاخذ واحد المعلقه كبيره ديال المريوت اللي كنطبخوها في كاس كبير ديال الماء حتى كتطبخ مزيان، وكناخذوا هذيك المريوت بهذاك الماء ديالها وكنقطروا ثلاثه ديال القطيرات في كل بلاصه في الانف. وهنا كيبان الدور ديال المريوت انه كيتستعمل في هذا المشكل هذا خارجي، يعني كيتستعمل على مستوى الانف بالنسبه لهذه المشاكل هذه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.